طيب لسه يعني خبر دلوقتي المنتخب منتخب غينيا بيساو بيحرز الهدف الاول في منتخب مصر، يعني على 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 غير المتوقع الحقيقه. لسه بقول لحضراتكم يمكن المباراه ما كانتش مباراه النص ساعه اللي اتفرجت عليها، مباراه راحه جايه في نص الملعب، ما كانش فيه خطوره على مرمى محمد الشناوي، لكن المنتخب منتخب غينيا بيساو بيحرز الهدف الاول في الشوط الاول، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نعود للمباراه، لان زي ما بقول لحضراتكم حتى نتيجه التعادل بالنسبه للارقام يعني نتيجه جيده، ولكن على مستوى طموحاتنا، على مستوى امال، على مستوى كمان فريق، يعني المستوى الفني لفريق غينيا بيساو، اعتقد ان احنا باذن الله ربنا يعني هيكلل جهودنا بالنجاح ونرجع للمباراه تاني. بنصعب الامور كالعاده، يعني مش عارفين نمشي ناخد الامور كده على طول سهله وبجديه وبالتزام وتركيز. يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نعود للمباراه سريعا، لان خلي بالكم غينيا بيساو دلوقتي هي رقم 2 في جدول الترتيب، كنا خايفين او قلقانين شويه وبنقول ان منتخب بوركينا فاسو هو المنتخب المنافس لينا في هذه المجموعه، لكن الحقيقه غينيا بيساو يعني لا قدر الله لا قدر الله لو عنده، هو عنده 5 نقط دلوقتي، احنا عندنا 9 نقط، لا قدر الله لو النتيجه خرجت بخسارة المنتخب هيبقى عنده 8 نقط، وممكن جدا غينيا منتخب بوركينا فاسو يفوز لانه عنده اعتقد مباراة سهلة مع اثيوبيا، فهيبقى عنده 7 نقط، وبالتالي الفروقات هتبقى قليلة قوي. احنا عايزين نفرق، يعني عايزين ان شاء الله باذن الله يكون عندنا 4 مباريات ب 12 نقطة عشان نبعد حتى عن الضغط، ضغط النفسي على الاقل وضغط المباريات، ويبقى الحساب بالنقطة والحساب بالجول. احنا عايزين ان شاء الله نفرق ان شاء الله باذن الله على الاقل ب يعني عدد كبير من النقاط تخليك حتى في المباريات الاخيره عندك مساحه انك تشتغل بهدوء ومن غير ضغوط على المستوى الفني. كل التوفيق لمنتخبنا، زي ما بقول لحضراتكم النتيجه 1-0 لغايه دلوقتي ل